المعرض الحقيقه اكتر من رائع، وانا بتهيالي يعني ان دي تجربه اكتر من رائعه، وان شاء الله يعني يتم تعميمها على مستوى مصر كلها، لان اعتقد يعني من استغلال ان يبقى في رواد لزياره المول، وان طبعا اهتمام بالكتاب واهتمام الطفل خاصه في مساحه كبيره جدا بتخص النشر وبتخص الطفل. بشوف ان هو تحرك محمود جدا جدا، اعتقد ان ده ممكن ينتج عنه ان شاء الله في المرحله الجايه يعني تقدم كبير جدا في صناعه الكتاب ايضا وفي ترويج الكتاب. دايما في اي تواجد لازم يكون مع فيه معرض كتاب، الحقيقه ده مهم جدا جدا، ولسه فينا كان في معرض كتاب رائع هو مستمر حتى الان يعني، وطبعا بنستثمر بعد كده باقي الفعاليات الثقافيه والفنيه اللي هي بتكون موجوده لاول مره في تاريخ هذه المحافظه. احنا معانا البيت الفني للمسرح، قطاع الفنون الشعبيه، وهيئه اصول الثقافه، ومجموعه فرق مختلفه هتعمل فعاليات يوميه طول فتره المعرض. الحكايه مش حكايه جذب بس، الحكايه حكايه تقديم الرسالة الفنية المتوازنة اللي بتقدمها وزارة الثقافة كلها كأنها وجبة واحدة. والحمد لله يعني أنا أظن أنه البرنامج السنة دي ممكن يكون انطلاق لفكرة المعرض والتكرار، وبعد كده مع التركيز الأكبر على التوجه للأطفال سواء من ناحية الكتب أو من ناحية الفعاليات. احنا يعني سعداء جدا يعني الشرف الكبير ده، وده كان حلم بالنسبة لنا، والحمد لله ان احنا يعني معرض الكتاب الدولي عندنا في دندي، ده موضوع كبير جدا وشرف كبير جدا. والكتاب هو اهم حاجه، لازم الجيل اللي طالع ده يقرا، لازم يعرف قيمه الكتاب، واحنا في دندي حريصين جدا ان الاطفال والشباب وكل الناس تدرك اهميه الكتاب، فاحنا نتمنى ان الحدث ده يحصل عندنا كل سنه ان شاء الله. ادي اول مره ان احنا يكون في المكان ده الحقيقه بالتعاون مع وزاره الثقافه، فان شاء الله هتكون فكره ناجحه، لانه المكان اوريدي في ترافيك عالي وفي عدد كبير جدا من الزوار، فكون ان الكتاب يبقى موجود ده شيء جيد، واتمنى ان شاء الله ان تنجح التجربه عشان تتكرر في اماكن اخرى. احنا عملنا في مدينتي قبل كده وزاره الثقافه مع اتحاد الناشرين، وفي دندره، وفي اكتر من مكان، الحقيقه بنحاول بقدر الامكان ان احنا نصل للقارئ في كل مكان في مصر. دي قفزه جديده وفكره جديده جدا ان احنا ننتقل بمعرض الكتاب للمولات التجاريه لتقديم الخدمه الثقافيه للجمهور والاسره المصريه بكافه اطيافها. احنا الهيئه العامه لقصور الثقافه دي من اكبر قطاعات وزاره الثقافه المصريه، احنا عندنا مشروع النشر بينزل كتب مدعمه، كتاب عندي بيبدا من جنيه لحد اقصى كتاب، يعني عندي موسوعات بتوصل ل 50 جنيه فيها 30 جنيه فيها كتابين، يعني الكتاب بيوصل ل 20 جنيه احيانا، والكتاب احنا عندنا سلاسل متعدده. طبعا جزء من التسويق الثقافي جنب تسويق تجاري، فيعني ان شاء الله يعني متوقعين انها تنجح، وهي فكره جديده على الجمهور. الجمهور ده متعود ان المعرض يكون في مكان بعيد عن الاماكن اللي هي التجاريه من مبيعات، بعيد عن الملابس، بعيد عن مثلا الترفيه. فكره المعرض طبعا احنا دايما بننزل يعني معرض الكتاب دايما مشاركين في كل مكان هو بيتعمل فيه، بحيث ان هو دايما بيبقى فيه فكر جديد بننزل، يعني منظمين المعرض بيبقى قصدهم عليه هنا مثلا بيدخلونا في مكان جديد، زون جديده نبدا العارضين يشتغلوا فيها. والله فكره جيده وربنا يسهل وتستمر يعني وتتجدد كل سنه ان شاء الله بامر الله، ويكون في اقبال ان شاء الله، وده يفيد الثقافه عموما يعني ودور النشر عموما يعني.